ونبدأ مع الفنانة نانسي عجم التي سجلت وصورت كليباً غنائياً خاصاً بمباريات كأس العالم في كرة القدم لصالح شركة المشروبات الغازية التي تروج لها. كأس العالم هو شغل شاغل الناس في مختلف أعمارهم وجنسياتهم ومستوياتهم الاجتماعية. حتى نجوم الغناء لهم اهتمام في هذا الحدث، فالنجمة نانسي عجرم سيكون لها مشاركة وحضور في كأس العالم من خلال أغنية وكليب حماسي. أنا سجلت غنية لا كوكاكولا عن كأس العالم، سجلت ديو أنا وفنان أمريكاني، حلوة كتير ومهضومة، وإن شاء الله رح تنزل يعني بالشهر يلي رح ينعرض أو رح يبلش فيه كأس العالم. أكيد هذا للعام السابع ما شاء الله، وأنت مع الشركة نفسها بتمثليها، وعرفنا أنه جددتوا عام جديد كمان. مزبوط، أكيد مثل العادة يعني كل سنة منجدد عن سنتين أو ثلاثة. نعم. فهلا كنا عم نمضي قبل شوي. مبروك. Thank you. 3 سنين جديد. 3 سنين جديد. شايفك هيك بلوك كتير مألوف علينا، في شيء كريهة مايكل جاكسون دخلي؟ لا لا لا، الله يرحمه. كلوك يمكن جاكيت أو شيء؟ جاكيت بالما وجينز وطوب يعني سامبل، بس أنه بزيت الوقت هيك أنه لا تصوير. تلعبي فوتبول؟ في فوتبول في قصص هيك؟ لا، بس كنت عم تمرن قبل شوي كيف بدي أضرب الطابة بيشي. حياتك مش لعبي فوتبول ولا مرة بحياتك؟ لا فوتبول لا. بس من هوايات أنك تحضري؟ شوي صغيرة مش كتير، بس يعني هلأ مع المونديال وهيك صرنا أكتر، يعني صرت عم تابع أكتر. أي فريق بتشجع من المونديال؟ مين بتشجعه؟ من المونديال بشجع الفريق العربي اللي عم يلعب اللي هو الجزائر. فريق عالمي مين؟ برازيل. قل للعالم قل وسمع أحلى فرصة عشان نتكمل. يعني مثل ما شايف عم صور على كروما اليوم، امبارح قبل امبارح كنا عم نصور كذا تشيرينج سيكونسز، ناس عم بتهيص رح يكونوا موجودين بالكليب، في كذا مخرج يعني، فكل مره نقوا مخرج من ريجن معين، والخلطه حتكون لذيذه يعني كل واحد رح يعمل شيء بيشبهه، بس اكيد يعني متفق انه يكون نفس سبيريت، وفي كود معينين مجبورين نحترمه نحن كمخرجين من كذا منطقه ليكون بالنهايه العمل كله بيشبه بعضه. احلى فرحه السنه دي كله يهلل كله ينادي، وقوتنا في لمتنا بنحب بعض قوي وبنشجع. فرحه الفنانه نانسي عجرم مزدوجه اليوم، فالى جانب اطلاقها اغنيه المونديال تحتفل بعيد ميلادها وميلاد ابنتها ميلا من أسرة روتانا. وآخر الأخبار، سنة حلوة لنانسي وميلا.